وجد الله عنا عليهم. الناس الموجودين في الساعة دي شايفهم؟ ده اللي عبارة عن قطيصة كده. كله 15 نفر بيقودوا بقول لهم مؤتمر صحفي. كله 15 نفر بيقودوا بقول لهم مؤتمر صحفي. لا لا الكلام ده ما كده. تطلع دقة واحدة الناس النظاف دقة واحدة شكلوا حكومة. المشكلة وين؟ أنا كلمتهم قلت لهم أنتوا أطلعوا مليون شخص. وقولوا إحنا دايرين نعمل حكومة قومية. كونوا عديل يا جماعة من الشرق من الغرب أي زول كذا نشم الحكومة دي ذاتها. أكيد طبعا بيكون من أولاد الغلابة والمساكين. دي الهيد بتقود الحراك كان عسكريا كان مدنيا. دي حكومتنا. أقول لنا شيلوا سلاح الشعب بيشيل سلاح. سلمية الشعب بيشيل مية. حتى العساكر بقيفوا مع الحكومة دي. ما في عنصرية تانية. عنصرية انتهت. لا لا أنت تلو أعناق النصوص وتلو رقبتنا وتقول لنا لا لا أن إحنا ما في دولة بدون أحزاب. صحيح كلامك ما في دولة بدون أحزاب. لكن أحزابكم القديمة دي إحنا ما دارينها وده سبب الخلاف. ولو دارت اتفق مع الجنجويد ضدنا إحنا يا الجنجويد ضدي أنا وضدك أنت. وأنت ما بتقبل الجنجويد لأنه تصرفه أنا فيني أنا ما شفته. أنت كشمالي التصرف بتاع الجنجويد اللي انتهك إرضك وأرضك أنا ساكن معك ملايين السنين ما حصل انتهكت إرضك وأرضك. نهائي أن إحنا الشماليين ده نمشي بيوتهم والله بيتهم لو جابت لنا الشاي في الديوان. ولا بتاع والله انما بنرفعنا الله وبنحافظ عليه الكلام ده هم عارفينه كويس. يبقى معناته انت والجنجويد الجنجويد خصمك وخصمي انا وانا خصمك انت في الاحزاب. طلب من الاحزاب اي كونوا حكومه. المشكله وين؟ قوموا بالمبادره كونوا حكومه. حكومه ضد الاحزاب كونوا حكومه. نشم ريحتها هم دي حكومتنا. ديل يهود اللوبا فيه أدروبات فيه شماليين فيه محسو سكوت والفاوين فيه دناغلا فيه دارفورين فيه كل الدنيا. دي حكومتنا مين غفيرة ليه وزيرة؟ دي الحكومة هي القارة شيلوا سلاح يشيلوا سلاح. الناس بيتفقوا العنصرية بينتهي. نحن ضد الجنجويد وضد الآخر. أبيتوا الله جعلنا لما نقول الله جعلنا مبارك لما جبت لهم المكالمات الصوتية بتاع البقرة دي لك. البقرة دي الله جعلها طبعا صح؟ هنا بموت وكم وهنا بموت الله جعلها ولا ما كده؟ موضوع بتاع البحر ذاك البقرة ذاك الله جعلها الله جعلها ده ما بنفع. فانتبهوا وقوموا عديل دايرين تكونوا حكومة حبابكم ألف أبيتوا نتفق على إنه نشيل سلاح. كلنا ضد الجنجويد وضد الأحزاب على فكرة. أن إحنا لما نقوم كلنا مع الشمالين دايرين ندق الجنجويد عن احنا اننا ناس نفرقهم عديل يكتروا الرؤساء الاحزاب يكسروا الدور بتاع الاحزاب كده فرتين. ده شغلهم بس دم نظافه سلاح سواطير. ما في هذي بيقود في السودان هم الكترونة. اننا ناس بيقاتلوا برضو معاكم في الجنجويد ده اللي بيحصل. عبيد وعي الله جعله الله جعله ذاك لما نجي ذاك موضوع ذاك كاكا انما انت لو درت تنط في ناس دارفور انا جبال النوبه. طيب ناس النيل الازرق طيب ناس النيل الازرق وناس دارفور القاعدين في الخرطوم الان بيشاهدوا في اللايف ده والقاعدين في القضارف وكميه في الشماليه والقضارف وبرفضان وميتا والجنجويت الجد اخره ضدك انت وضد دار وضد مطرشك. تحياتنا يا جماعه تسلموا كثير شكرا لكم ولي قدام حبيبنا مقدم دعوه انا اديتك دعوه كم مره فابد تضبط معك. انا ما اعرف الحظ شنو. تحياتنا ليه. والله يا اخي ما هو اصلا الحزيمه دي هو طبعا لما ما حس ما زمان كان زمان في واحد قال لي يا اخي عامل حسابك وما اعرف الجنجويد سياده وبتاع ولا سياده البلد ما اعرف. حبيبنا الكلام ده قالوا للجنوبين كانوا كلنا كده نستحقر بالجنوبين. أنا ذاتي بدخل نفسي معك كلنا كنا نستسخر بالجنوبيين إنه كده والجنوبيين ديل كده وصفتهم كده وما يقدروا بلد يفصلوا بتاعت شنو وديل متمردين وضد الدين وديل يكسروا المساجد والتزييف والضلال. إيش ناوي كم سنين ده؟ عليك دينك حسي لو أبوك راجل أمشي الجنوب تمشي تحترم نفسك تعجر لكوندا تنوم عندك حاجة عندك بضاعة تبيعه تلم ضنبك حميد المجيد. لكن قسما بالله بس رفعت نخرتك كده ده. لو ما قسموا لك نخرتك ده اثنين ايدك ما تديني. مواطنين ساعي ممكن يقتلوك الدوق بالبحر. البحر ده بيجيبك لنا راجع ثاني قدر توصل للخرطوم
السمك بياكلك في الطريق. انا والله العظيم بكل امانه منه در نختم اللايف، انا قبل كده ركبت التونج، ركبنا البحر من ملوط، ما من ليت، من ملوط، مشينا بيتنا في ادق ولا واوشلو، بس الحته دي ادق واوشلو قريب بعض، عشان احنا بلبوط بكره الصباح عشان نخش ملكان، من ملكان بنمشي تحت بالشارع عشان نمشي خورفلوس، من خورفلوس بنركب البوطات، الدنيا خريف، نمشي لو دارين نمشي الناصر، لو دارين نمشي اي محل بغادي بالبحر نمشي، المويه طبعا جايه كده نمشي عكس البحر، ناس خورفلوس بيقطوا البقر، البهائم جد بيجيبون بجاي، احنا ماشيين جينا ادق ولا واشلوك، بس في النقطتين دي هنا في واحد رافعين بضاعة طبعا، بالذات بيحبوا القمصان الصفر، وبيحبوا الشوس، كان اسمه شوس، ها الكبار ذاك شفته، فورطب النعال، بيقول له ورطب الابيض ذاك، فشايلين شكارات يا زول ماشيين في الجنوب، عالم ما مشينا المنطقه، ربط البوط وفي لكوندات، اللكوندات عسي لو في جنوبيين قاعدين هنا بعرفوا الكلام ده، اللكوندات كرانك بتاعت قش، لكن جوه نظيف جدا، والملايات نظيفه، حتى بملايات حبشيه، ها يعني فوطه وناموسيه، لانه في باوط ثقيل جدا، مشينا نتعشى فتة، اخونا ده واحد من كلنا طبعا، كلنا واحده قريب 4 نفر احنا و3 نفر من الشمال، بدل يقفل قدومه ناكل الفتة ونجي راجعين، في وقت صغيرون كده عمره يعني حاجه بتاعت 17 18 19 حاجه كده 20 ما عنده، فجاش قال له جرانيت، قال له ده شنو؟ قال له انت شايفه شنو؟ قال له جرانيت، قال له عرفته كيف جرانيت؟ قال له لانه انا كنت عسكري. ده منه ده انفصلوا كده، منه خلاص انفصلوا، يعني خلاص اعلان بتاع الانفصال بتاع احنا ذاته، يعني بعد شهر شهرين بنجي راجعين، يعني انت بتلقى المؤشرات بتاع الانفصال من الجبلين، من الجبلين شفتها وانت ماشي بوط وبتاع هنا، تلقى المؤشرات الجيش انسحب بجاي، في القوات المشتركه هنا اتجاه الجبلين هنا. قوات مشتركة البغادي كله جنوبيين، فقال له ليه انت كنت عسكري، انت اللي قتلت نزاته في الجنوب زمان، احنا شفت اهلنا ده انت قتلت، مشينا اللكوندا، قال لي اسمع جراني هذا الطرف، قال لي راكدين في اللكوندا، قلت له اللكوندا دي وريته طوالي ضرر جانا في اللكوندا، قال لنا هذول تدفعوا غرامه، زول ده دارنا فيك وعي تدفعوا غرامة، أنا ما أعرف عدو 500 دقيقتين ما عدو رجو راجين، قالوا ألف دارين ألف يا هو كم رد بتاعنا أبا وقال ألف، ساعة ما عدو جاء قالوا لا، قالوا لنا داني 2000 لأنه شغل لا ما زول ده زول عقار وراس بتاعه وراس مقوق وما بينفع، هاي قالوا 2000 أدينا من 2000 رجو الثاني قالوا لا، قالوا 4000 لا يا هو كامر قال كده، انا بزوجي انا ما زول نركوز غير كامر قال 4000 يا اخ ما لك يا انا لما القروش كترت قلت له اسمع يا اخي زول ده اول حاجه زول بليد وزول مجنون ما عسكري ولا حاجه، قطوا فيني كف حسي لو خطيت يدي كده انا بشرب الكف ذاك لانه راسي ذاته ولع نار، قال لي اسكت يا نجره نغرا يعني يا معرس، يعني اخذت كده امسلك لك ساكت فوضى ساكت، وانا انا الوسيط بينه وبين الزول ده، ما كان قاعد يدقوني يعني اديله خط عليه، طيب الشمال اذا ذنبه شنو هنا؟ ذنبه شنو؟ على الشمال القتلوه والخبطوه والغرموه بتاع، خليني من يعني شمالي في واحدين قتلوه، ذنبك شنو؟ ما انت في واحد وسخ هنا قاعد ده سبب لك الفقر، ما نحن الدارفورين اذا كان ناس مني ديل ما ركبناهم قلنا لا لا والله وديل ناي ويحكم ووقفنا مع جبرين وبتاع، بعدين بنتركب سوا
ناس نفطناهم شلتناهم عندهم قيمه في دارفور والله ما بدهم يغيبوا. انت لازم تجيب هسي عشان لو حصل حرب اهليه يعرفوا جزء من ابناء الشمال ده شرفاء وما في زول يقدر يضربك ولا يسالك ولا بتاع. انت عندك موقف، انا بوريك في وقايع والله العظيم يا اخي كرهون والله نوم ما نومنا اجرنا لكون ده ساكت ها يا اخي قلت وي هنا من المحل ده. طبعا النجوم هم اصلا ظاهرين لكن بيكونوا زادوا في السماء حول ولا قوه الا بالله. المهم انا ما دايرك تموت، انا الليله حجبت من اهاليك كثير جدا وكلمتكم وقلت لك في ناس قاعدين في الخرطوم بتاع وعصابات وكده وجعانين ذاته، هسه السودان ده كله بقى جعان، ففوتوا الفرصه بتاع الحرب الاهليه. نتفق لكن بشرط لازم نكتل الاعذار دي ونكسر الدور حقهم مسح نهائي، نمسهم مسح ونم الجنجويد مجرد ما احنا اتفقنا بلبسوا بعد احترامي لاخواتي الستيانات وبعدين بلبسوا طرح بقوا مجرم بقوا مارقين. نكون حكومه قوميه وطنيه، المجرم فينا يتحاسب، محكمه دستوريه، قضاء مستقل، موضوع انت ابيته هاي. انا ما تلوموني، انا برا، انا علي سبيل. شفنا بعيوننا في ناس قتلوا، ما الحكومه الجنوبيه تصفيه بتاعت حسابات مواطن لمواطن بس. انا ولا بحمد ولا بيشتغلوا بيك. حسي انا الجنجويد كلمتهم قلت لهم قسما بالله الشراس اسمع الكلام ده كويس، انا احنا السودان ده لو طال لو قصر لو ابى كله كله بنرجع لاتفاقيه بتاعت جيلاني وطوالي نفض الشراكه بنفصل البلد. حكومتنا في الجنينه ودي عاصمتنا بتتواطى معانا نحن، انت عارف تعرفوا ملاحة مانجو نسويكم ملاحة مانجو لكن بكونوا جارين كمان بمشوا في دارفور هناك كمان بقتلوهم ساكت الله يصدق بيتفشوا فوقهم ساكت. عشان كده اخواننا كلنا يعني احنا هسه ما بنقول والله يا اخي ده بتاعنا لكن التاريخ والهنا بيقول انه في دار اندوكا وفي دار فوق. فاخواننا ده قلنا لهم تجونا لاجئين اخيرا نتهد نحن كلنا كده. هتقول لي دار اندوكا ولا دار فوق؟ كلنا كاقليم واحد نتهد نركب الجنجويد ده. في ناس لسه حاسه قاعدين باطوا وقاعدين تراقضوا وما بيسمعوا كلامنا. والله يا احمد ده دول بتاعت في انت، والله يا احمد ده دول دمو بتاع انت دمو انت ده دول هسه ذكرك حصل عديد لك انا ما بعرف الضبط. نكرر المكالمه الصوتيه ثانيه ولا كيف؟ قال لك ما بعرف اي زول مصداتي ولا فوراي ولا